أهلا بكم جديد. ساهم اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة إسرائيلية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة الماضية ساهم في زيادة التوتر داخل الحكومة العراقية التي يترأسها محمد شيع السوداني منذ أكتوبر من العام 2022. ووجد رئيس الحكومة العراقية نفسه بين أزمتين: الأولى عدم قدرته على كبح فصائل المقاومة المسلحة في العراق بعد حادث اغتيال حسن نصر الله، والأزمة الثانية القائمة بينه وبين الإطار التنسيقي الشيعي الذي دعمه للوصول إلى رئاسة الوزراء. وكشف قيادي شيعي مقرب من فصائل المقاومة أن العراق يعيش في منعطف خطير بعد اغتيال حسن نصر الله، لأن هذا الأخير كان يحظى بمكانة رفيعة وخاصة جدا لدى فصائل المقاومة العراقية حسب تعبيره. للمزيد حول هذا الموضوع أرحب بالمحلل السياسي العراقي الأستاذ علي الشمري. مرحبا بك معنا سيد شمري. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بك معنا أستاذ علي. نبدأ من فعلا، يعني هناك من يتساءل عن الموقف الرسمي العراقي إزاء هذا التصعيد الأخير في المنطقة، أين هو بالتحديد؟ بالنسبة للموقف الرسمي العراقي، يعني المعروف عن الموقف الرسمي هو النأي بنفسه عن أي خضات عنيفة ممكن أن تحصل، خصوصا أنه الأوضاع متوترة في المنطقة إلى درجة كبيرة جدا. لذلك الموقف الرسمي كان بالبداية هو تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني الشقيق، لكن الحقيقة حتى هذه لم يستطع العراق إيصال المساعدات بالسرعة اللازمة، حيث أنه تم توقيف كل الرحلات الجوية المتجهة إلى بيروت، وتقرر نقل المساعدات عن طريق الشاحنات عن طريق سوريا. لكن الموقف الرسمي هو الابتعاد عن أي يعني إجراء أو موقف يجعل من العراق طرف فيما يحصل اليوم. هذا هو الموقف الرسمي، هو الابتعاد عن أي شيء، عن أي تصريح، عن أي تصرف أو تحرك يجعل من العراق جزء من المشهد. العراق يريد أن يكون طرف بين قوسين محايد ويكتفي بتقديم المساعدات الإنسانية. نعم، ومدى قدرة الحكومة العراقية في اتخاذ هذا الموقف؟ هل فعلا تستطيع تحييد العراق عما يجري في المنطقة؟ بالتأكيد الحكومة العراقية يعني ليست حكومة قوية أو حكومة تستطيع أن تفعل ما تريد. الحكومة العراقية جاءت نتيجة توافقات سياسية معينة. رئيس الوزراء شخصية ضعيفة جدا، بسبب طبعا ضعيفة جدا سياسيا، بسبب أنه لا يمتلك إلا حزب سياسي يسميه تيار الفراتين، لا يملك غير مقعد أو مقعدين في البرلمان، وجيء به كيعني جائزة ترضية أو حل يرضي جميع الأطراف. ومنذ البداية كثير من الفرقاء السياسيين ذكروا أنه هذا الرجل يعني ليس بالشخصية القوية، حتى أنه قيس الخزعلي رئيس عصائب أهل الحق قال أنه هو رجل بدرجة مدير عام، وهي يعني درجة في السلم الوظيفي الأعلى في الدولة العراقية يعتبر أسفل السلم، يعني أنت جايبيك حتى تمشي الأمور لا أكثر. وهذا يجعل من موقف الحكومة العراقية يعني موقف ضعيف جدا. لذلك لا يستطيع رئيس الوزراء أن يفرض الرؤية الخاصة به في هذا الموضوع، وعليه أن يحسب حساب من جاء به إلى المنصب. لذلك القول الفصل في هذه المسألة ليس لرئيس الوزراء، وبالتالي ليس للحكومة العراقية، وإنما من يقف خلف الحكومة ويجعلها مستمرة في أداء عمل. نعم،